السلام عليكم، معاكم مطبخ ام علي من نيويورك. وحشني جدا يا جماعه، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجه كويسه جدا 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 ان شاء الله هتعجبكم. بس لاول مره بتزوروا القناه وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تشجعوني بلايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد اعمله ينزل لكم ان شاء الله. النهارده انا هعمل كمادات. يعني ايه كمادات؟ مش كمادات عشان اعمل خافض للحراره، لا، هعمل كمادات للبشره. كمادات للبشرة. الكمادات دي قد ايه very important، هتساعدك جدا في البشرة بتاعتك. احنا في الشتاء والبشرة عندنا very dry، ناشفة جدا جدا وجافة جدا جدا، حتى بنعاني من تشققات منها. فالكمادات اللي هنعملها دلوقتي كمادات صحية وطبيعية ومفيش منها اي اضرار خالص نهائي، هتغنيكي عن اي فازلين، عن اي كريم، عن اي مواد ممكن تدي فيها على وشك. هتستغني لفتره لو انت ما بتحبيش تحطي اللي هي المفتحات للبشره، هتبتدي تحطي ده، هتضيفي ده هيساعدك كتير جدا. ده هيخلي البشره عندك لونها وردي طبيعي 100%، هيخليها ناعمه زي بشره الاطفال بالظبط. هيخلي الخدود ظاهره، عندك خدود هيظهر لك خدود لو انت نحيفه جدا ووشك واخد شكل الاوفل، هيبتدي وشك يبقى شكل هو السيركل، شكل واخد شكل دائري جميل. بالاستمرار مع الكمادات اللي هعملها دي هتساعد وشك، كأنك بتغذي وشك زي ما بيكون عندك زرعة كده وانت بتسقي الزرعة بتاعتك. كل ما بتسقيها كل ما بتشوفي النتيجة افضل. احنا بالظبط هنعمل كده مع البشرة النهاردة، هنعمل لها الكمادات دي عشان نحافظ عليها من التجاعيد ومن الجو ومن اي بكتيريا حوالينا، وهننظف البشرة كمان. عندنا لو في رؤوس سوداء دي هتعمل لها ازالة خالص، هتقفل المسام اللي هي المفتوحه اللي بتطلع مكانها الرؤوس السوداء دي، مش هتحسي باي حاجه، هتبقي مبسوطه جدا مع الكمادات اللي هنعملها ان شاء الله. يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه في الكمادات. بسم الله. باخد اي تفاح عندي ايا كان نوع التفاح، بقطع التفاح بتاعي انا هاخده دلوقتي وهنزل بيه في العصارة، هعصره خالص مش هضربه في المشيل، لا انا عايزاه عصير، عايزه اصفيه. لو مش متواجد الصفاية عندك بتضربيه في الخلاط وبتصفيه باي شاشة خفيفة جدا بحيث انك تاخدي العصير بتاعه على قد ما تقدري. هروح اعصره دلوقتي. اوكي، ده شكل التفاح بتاعي بعد ما عصرته. انا عملت كميه كتيره مش محتاجه كل ده. هاخد بقى برتقان، انا عايزه برتقان فيه ميه، يعني الافضل ان هو يبقى الناعم ده. وهنزل بيه هنا، بالشكل الجميل ده. وهبتدي انزل بالتفاح اللي انا عصرته معاكم هنا عليه، مش هستخدم كل التفاح عشان ده كتير. وبنقله هنا بقى في حاجة هشتغل عليها، بوسع لنفسي. باخد اي سبونج او اي سفنجة عندي تكون نضيفة ما استخدمتهاش في اي حاجة قبل كده، وببتدي اخدها اسقيها خالص، اسقيها بالشكل ده واتأكد ان هي شربت. وابتدي انزل هنا كده على وشي بشكل دائري لاني بنضف، بعمل كده بنضف، بطلع كل الشوائب اللي موجودة من الجو من على بشرتي. بفضل اعمل كده شكل دائري كده، وبعد ما بخلص وبينشف بشرتي بتقبلها بسرعة. بعد دقيقتين بلاقي البشرة عندي شربت، ده يبقى ده كويس، البشرة استجابت للكمادات بتاعتي. بديها تاني لحد ما اخلص الكميه اللي انا عاملها. بعمل الكميه بتاعتي حوالي من 4 معالق ل5 معالق كبار زي ما انتوا شايفين كده،
بسيبها لحد ما بشرتي تشربها خالص واخلص الكميه اللي انا معاها. لو قدرت اعمل الموضوع ده يومين يبقى حلو قوي، ما قدرتش مره واحده في الاسبوع هيبقى جميل جدا، بس المهم انكم تنتظموا عليه. هفضل برضو بنفس الطريقه، كل ما تشرب معايا البشره افضل اشتغل كده بشكل دائري، بشكل دائري من عندي الشفايف، الحتت الغامقه، الحتت الغامقه اللي حوالين الشفايف عندنا بناخدها بالشكل ده، بنيجي من الكورنر اللي عندها ونرفع على فوق، عايزين نرفع على فوق عشان الشفايف بتاعتنا تاخد شكل ايه كويس. لازم تبقى الاسبونش بتاعكم تكون بوينتي كده عشان تلاقوا ايه مساحة تقدروا تتحركوا فيها بالشكل ده. وبكده اكون عملتي كمادات صحية طبيعية 100%، ساعدت بشرتي ورطبت البشرة بتاعتي وفتحتها، خلت اللون بتاعها وردي، وكمان ملت وشي. حتى لو انا جسمي ضعيف الماسك اللي انا عملته ده ملوش علاقة بيه، بيخلي وشي كبير فات منور واخد شكل حلو كده، يخليني ابقى مبسوطة وانا لابسة الحجاب، مش محتاجة انا احط ميك اب كتير عشان اظهر شكل وشي او اظهر شكل جمالي لوشي. الماسك ده هايل يا جماعة، اتمنى تجربوها يعجبكم جدا ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتشجعوني بلايك. اتمنى تعملوا شير للفيديو ما بين الاهل والاصحاب. كان معاكم مطبخ ام علي من نيويورك، السلام عليكم.